طب مين اللي شجعك ان انت تكملي، ان انت من العيله او من مجال الشغل، يعني مين اللي كان بيدعمك؟ صراحه جميع نفسية. القيادات لما بتعرف ان انا فعلا برسم بتشجعني بجد. انا بلاقي تشجيع من كل تقريبا الناس اللي حواليا كلها، زمايلي، اسرتي، بيت، فيها حاجه كده حلوه يعني فعلا. والشغف ما بيقفش عند سن زي ما انت قلتي. صحيح. ومهما بتاخدي انتقادات، لا انت بتحسني نفسك، بتحاولي توصلي لاحسن حاجه. كان في حد بيحاول بقى دي بتقولي تاخدي انتقادات، يعني كان في حد طب يعني معناها ان في ناس وقفت في طريقك شويه او حاجه وقفتك شويه؟ ايه؟ بتضيعي وقتك. انت هتوصلي ايه؟ انت بتضيعي وقتك، فلوسك في الخامات، يعني الخامات غاليه مش رخيصه. لا بس انا ما وقفتش. في اولاد؟ انا عندي ولدين. اقول بقى سني ولا سن ولادي؟ انت عاوزه براحتك. انا عندي ابني الكبير 34 سنه ما شاء الله، وابني الصغير 30 سنه ما شاء الله، الاثنين طيران مدني. لا لحظه، انت اتجوزتي في ثانيه حضانه يعني؟ لا ثانيه يا جماعه، ثانيه يا جماعه، فعلا انا اتجوزت صغيره شويه. والاثنين مجال شغلهم ايه؟ طيران مدني. طيران مدني. طيران مدني. تمام. طب موضوع الرسم طبعا، عايزه اقول ان مها كمان بترسم. انا حابه ان انا اتكلموا على موضوع فضل. الرسم بتفرج. برسم اكريليك، برسم برضو. انا الاكريليك ما استهونيش قوي. ليه بقى؟ حلو بقى السكينه بقى وشغل السكينه مش بتعرفي تدمجي اللون بسهوله. اللون مش بينشف معاكي بسرعه قوي، فما بديكيش الاحساس اللي انت بتوصلي له قوي. بس الزيت برضو بياخد وقت طويل جدا عشان ينشف اللون. مش مشكله نشف، بس الدمج نفسي ان انت توصلي لون على لون وتدمجي بالفرشه وكده، فيها حته احساس حلوه. يبتدي تعود. عايزه اقول لحضرتك ان احنا بنشتغل كله كمان بصوابعنا. يعني سوفت باستل انا بشتغله بصوابعي، مش بشتغله بفرشه ولا حاجه. يعني ايديا كلها هتلاقي مفيش بقى ضوافر ولا كده. الفحم الرصاص في ايدك انت بتستخدميها، بتحسي الخامه نفسها، فبتشعريها يعني احساس ان انت تلمسي الخامه بيوصلك.